الله خيرا وأحسن إليكم، الكتان أو الكتن كما يسميه بعض الناس شيخ صالح، ما حكم استعماله ولا سيما إذا نعم أصبح ذا لون أسود، هل يجوز للنساء هل يجوز للرجال استعماله؟ جزاكم الله خيرا. أسأل عن الكتان أو الكتم؟ ناس يسميها الكتم وناس يسميها الكتان، لا أدري هل هو الكتان نوع من المنسوجات والملابس. نعم. أما الكتم فإنه نوع من الأصباغ. طيب. ولا بأس باستعمال الكتم لأن سواده غير خالص. لأن سواده غير خالص فيجوز صبغ الشيء به. نعم. للنساء والرجال. للنساء والرجال صبغ الشيء. جزاكم الله خيرا. إذن هذا المسمى بالكتم كما سميتموه الشيخ صالح. نعم. يجوز استعماله ولا يلزم أن يخلط بالحنة كما دعا إلى ذلك بعض الناس. لا يخلط بالحنة إلا إذا كان أسود خالص يراد تحويله من اللون السواد الخالص إلى لون يضرب إلى الحمر، فحينئذ يخلط بالحنة. أما إذا كان أصله غير سواد خالص فإنه يستعمل بدون خلط. إذا بقي بدون خلط مادة أخرى فإنه أسود خالص شخص هذا. الكتم ليس أسود خالص حسب ما سمعنا، حسب النقل أنه ليس أسود خالص وأنه يجوز، لكن لو قدر أنه أسود خالص أو هناك أنواع يختلف فإن الأسود الخالص لا يجوز صبغ الشيب به، لقوله صلى الله عليه وسلم جنبوه السواد. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الله خيرا.